ما يجري الآن من وضع مذهل على كل الصعيد، سواء ميداني ولا سياسي، عربي دولي، كل هذا بدنا نكون بصورته. اثنين، احنا حسمنا أمرنا باتجاه تقوية منظمة التحرير واستعادة تمثيلها ودورها وقوتها. صار حوارات في بيروت بدنا نكون بصورتها، صار حوارات بموسكو، وهناك يعني أشياء تفرض نفسها، هاي بتكون محل الاجتماع. اثنين، لابد من توزيع الحقائب يعني، وليس مرة واحدة يعني، ممكن في ناس لازال بقودوا بعدين ننتظر، ممكن نعين لأنه ناقصنا أربعة، كيف الضرورة تفرض يعني هذا يعني نتأنى به، لأن المؤتمرات ما بتجيب أفضل شيء دائما، وبالتالي بدنا نكون حريصين على دقة الاختيار ليكون الحس الشارع وعواطف الناس أيضا معنا، لأننا مقبلين على أحداث كبرى وخطيرة كنا نتحدث فيها قبل قليل، وبالتالي ناس بدهم يواجهوا أزمات معقدة وكبرى، لابد أن يكون عندهم شوية توازن وقدرة على اختيار ما يجنبهم المزيد من الخسائر. ونحن بنقول إنه المرحلة القادمة العدو فقط هو إسرائيل. إذن الاجتماع سيكون مهم جدا، وأي خطوة تكون مدروسة ودقيقة، وما نرجع إنه والله فيه هناك تيارات وفي هناك يعني، إحنا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كفى المؤتمر السادس وما أفرز. إحنا بدنا المؤتمر السابع يكون شبه مثالي. المجلس نعم سنختار يعني نحن كلجنة مركزية سندرس أسماء المرشحين، سننسب نحن، ولكن القرار للمجلس الدوري. أنا لا أشعر بأنه سيصير نقل حتى الآن، لأنه بصير شيء خارج عن المألوف، يعني بصير تداعيات لا نستطيع نحن أنه نسيطر عليها أو أن نقودها. إذا فعلا ترامب وهؤلاء المهووسين المستوطنين أقدموا على خطوة أن ينهوا القدس كعاصمة أبدية لهم، نحن لا نرى فلسطين دون القدس، وسنستخدم كل ما بوسعنا إلى الدفاع عنها، لأن وطن لا نحمي لا نستحقه. والأقصى يعني إذا القدس بخطر والأقصى ينادي، سنتجاوز كل الزعامات التي خضعت لإسرائيل ولأمريكا، وستنتقل نعم ستنتقل ما يجري في أي بلد يساوي 1 في المليون مما سيجري هنا.